أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض سمبوسة أو سمبوسك نباتي بالبطاطا والخضار والجبنة. هاي تعتبر سمبوسة نباتية كتير طيبة، الجبنة اللي فيها نباتية وكتير منيحة للناس الأشخاص اللي ما بيأكلوا جبنة، كتير طيبة. خلينا نشوف كيف نعملها مع بعض. تقرش طيبة سخنة بتغلي، الجبنة اللي فيها بتعطيها طعمة والكومبينيشن والتوليفة خيلة. خلينا نشوف مع بعض كيف نعملها ويلا بينا. يسعد صباحكم ومساكم وكل أوقاتكم أحلى ناس بالعالم، جميع محبي ومتابعي عصام منير ومطبخه على قناتي على اليوتيوب مطبخ عصام منير وصفحتي على الفيسبوك والإنستغرام كمان. إذا كنتم من الأحباب الجدد اللي بيزورونا لأول مرة، أرجو إنه فيديوهاتي تعجبكم وتعملوا سبسكرايب وشير وتضغطوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل تنبيه جديد بأي فيديو جديد. قناتي وصفحاتي بيكبروا فيكم ومعكم، عشان هيك كتروا اللايكات والشيرات ليستفيدوا أصدقائكم كمان من الوصفات. بدي أذكركم إنه المقادير والمكونات موجودة لكل وصفة في الفيديو وبصندوق الوصف كمان. أول شيء مكوناتنا بسيطة، في عنا بطاطا، حبة بطاطا مسلوقة مكعبات، نتركها لتبرد كتير منيح وبنستخدمها، لازم نسلقها لتستوي كتير منيح. نعملها بهاي تبعت الماش بوتيتو، نطحنها كتير منيح، ما بدنا نشوف كباتيل كبيرة، ما بدنا نشوف أفشاف كبيرة، خلينا نطحنها كتير منيح عشان بالحشوة تزبط معنا وما تغلبنا. عنا علبة ذرة منضيف عليها ومنخلطها كتير منيح، لازم نخلط الذرة بالبطاطا كتير منيح عشان ما تصير الذرة تفتفت وما تصير تطلع لحالها وتغلبنا وإحنا بنعمل حشوة، فالبطاطا هي بتغلف الذرة وبتخليه يمسك. هون ضفنا فلفل أسود، وهذا النوع البهار البرداني الأورنج، هذا بهار الجبنة اللي إحنا بنشتريه مرات ومنحطه على البوب كورن، اللي بنشتريه ومنحطه على الذرة لما نسلقها، بيعطي طعمة خيالية. ليه؟ لأنه إحنا ما عنا جبنة حيوانية وما عنا جبنة إلها طعمة فيها حليب، هاي جبنة نباتية ما فيش فيها ولا أي نوع حليب موجودة بالأسواق. بتحبوا بدلوا نوع الجبنة وتستعملوا أي نوع جبنة، شيدر، جرويير، موتزاريلا، اللي بيخطر على بالكم. نخلط الخليط كتير منيح ومنعجنه كتير منيح بالمعلقة مش بإيدينا عشان تنخلط المكونات وما يغلبنا وإحنا بنحشي السمبوسة. طعمته كتير طيبة، ضفنا عليه ملح، ضفنا عليه بهار، ضفنا عليه هذا البهار الجبنة، كتير طيب. وهلأ بدنا نبدأ نحشي فيه. زي ما انتو شايفين انا عندي هون معلقة طحين، حطيت عليها شوية مي وحركتها، صارت عندي زي العجينة السائلة عشان ألزق فيها حبات السمبوسة. العجينة كمان موجودة، شوفوا ما أشلبها، دائما لازم نطول حبتين ثلاثة أو ورقتين ثلاثة ونغطيها عشان ما تنشف، النشفت تنشف بسرعة والنشفت بتغلبنا باللف. شايفين ما أحلاها العجينة، كتير طازة كتير شلبية. هلأ بدنا نحشي، الحشوة عنا جاهزة، السمبوسك عنا. في كتير ناس بقولولي بتغلبنا باللف واللف ما بزبط وبالنهاية بيطلع الإشي مش منيح. شوفوا طريقة اللف، تعملوها زي القرطوس البوزة وبعدين تحشوها كتير منيح، حشوها كتير منيح، ما بدنا ناكل عجينة، ومنلفها. شوفوا بس منلزقها بنتفة طحين بإصبعكم بمعلقة اللي بدكن إياه ومنلزقها، وهذا هو وبتلزق عنا وما رح تفتح. شوفوا بدينا عملنا قرطوس وحطينا الحشوة، مش منحط الحشوة وبعدين منلف، هاي طريقة أسهل وبتصير أسرع وما بتحتاجوا لا لطاولة ولا لصحن تحطوا عليها الحبة. شايفين دغري بنعمل قرطوس مثلثات، بصير عنا قرطوس وبنحشيها ومنظبط الحشوة، بنعبيها حشوة، ما بدنا ناكل عجينة مقلية لحالها. شوفوا ما أحلاها. وهينا حطينا نتفة الطحين مع المي بيعمل زي الجلو ومنلزقها. شايفين مثلث مثلث مثلث، ومنحط الحشوة
حشرتنا كتير طيبة على فكرة، لو أكلتوها هيك حاف بدون ما تنقلها كتير طعمتها طيبة. طعم البهار هذا تبعت الجبنة بيعطي طعمة خيالية، وبيعمل الجبنة هاي كلها طعمة طعمة الشدر. بدكن تستخدموا جبنة نوع تاني، بتقدر تستخدموا أي نوع جبنة بيخطر على بالكن، من الموتزاريلا للشدر للجرويير لأي نوع جبنة أنتوا بتحبوها، بتنبرش معكن وبتقدروا تخلطوها بالخليط. بعد ما نعمل الكمية ننقليهم. الزيت مش لازم يكون عندنا حامي كتير ولا بارد كتير، زي ما انتو شفتوا، بس نحط الحبة نشوف الفقاعات. جربوا بحبة بالأول واعملوا تيستينج للزيت. بالبداية ما منكتر، بنحط 4-5 حبات عشان نشوف حم الزيت ونزبطه، لأنه إذا حطينا كمية كبيرة بينزل حرارة الزيت وبصير حبة السمبوسة بتشرب زيت كتير. طول ما هي درجة حرارة الزيت مظبوطة السمبوسة ما بتشرب زيت وبتضلها مقرمشة. شايفين؟ منقلبهم ونتركهم يحمروا. شوفوا محلى هالمنظر، شوفوا محلى هاللون، خيلة طعم كتير طيبة. هاي مش ناوية تطلع. هلا بنعمل كمان مرة، رد بنقليهم. تقدروا تعملوا كميات كبيرة وتحطوها بالفريزر، وامتى ما بدكن تطولوا دغري من الفريزر على القلي، مش تدوبوهم، دغري من الفريزر على القلي، خصوصا في رمضان او في الاعياد او اذا اولادكم بحبوهم، تقدروا تعملوا كميات وتحطوهم بالفريزر وتطولوا قد ما بدكن وتقلوا. سمبوسة سهلة نباتية للي ما بحب الاجبان أو بحبش اللحمة، طيبة، تنفع الصيامية لإخواننا المسيحية، أكلة خيالية، ومش رح تفرقوا إنه ما فيش فيها جبنة. الجبنة طعمتها خيلة، وجبنة نباتية متواجدة في الأسواق وبسعر كتير مناسب. جربوها وقولولي جد سمبوسك كتير كتير زاكي. الخضار، الذرة، الكومبينيشن مع البطاطا كله على بعضه خلطة بتجنن، حتى الحشوة لحالها زاكي. جربوها وقولوا لي. وهيك وصفتنا بتكون خلصت، صحتين وعافية. إذا عجبكم اللي عملناه بتمنى عليكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب عصام منير كيتشن أو مطبخ عصام منير، تضغطوا على علامة السبسكرايب وعلامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو بدنا نوصل لأكبر عدد من اللايكات، وتقولوا لأحبابكم وأصحابكم وجيرانكم كمان يفوتوا على قناتنا ويعملوا سبسكرايب ويضغطوا علامة الجرس عشان يوصلهم كل جديد. صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام كمان بيستنوا لايكاتكم وفولواتكم وسبسكرايباتكم. أنا عصام منير، بتشكركم وبشوفكم بفيديو جديد.